المشروب كله حلال إلا ما أسكر، المشروب كله حلال إلا ما أسكر، وقال ما أسكر من الفرق منه فملء الكف منه. الفرق يعني حوالي ثلاثة آصع، ثلاثة آصع، والصاع أنتم تعرفون تقديره أن حوالي كيلوين ونص، كيلوين وربع فيها الحدود، ومعناها أنه ما كان حوالي إيش سبعة كيلو ثمانية كيلو، هذا هو الفرق. شوف ما أسكر منه لو شرب منه ثمانية لتر فسكر، بمعنى فملء الكف منه إيش، فملء الكف منه حرام، ما يجوز. هذا هو بالنسبة للأشربة. طيب الخمر هل يجوز إذا 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 تخللت بعض الخمر ينقلب خلا؟ يقولون إذا هي انقلبت من نفسها فإنها يجوز استعمالها وتكون خلا ويجوز استعمالها كخل، أما إذا خللها الإنسان فلا يجوز استعمالها في هذه الحال على قول الحنابلة في هذه المسألة، واختيار المؤلف أمامكم يبدو أنه مشى على هذا. نعم.